عام بعد عام والوضع الإنساني في اليمن يزداد تدهورا في ظل تحذيرات دولية من ذهاب اليمن نحو كارثة سورية إنسانيا على الأقل. الخارجية الروسية حذرت من أزمة إنسانية تمس نحو 80% من السكان، داعية في الوقت ذاته الدول الغربية إلى التفاتة جادة تضع حلولا سريعة لهذه الكارثة. تتزامن التحذيرات الدولية مع صدور تقارير أممية متتالية تؤكد وصول اليمن إلى وضع إنساني طارئ وحرج. أعداد كبيرة من اليمنيين بحسب منظمة أطباء بلا حدود نزحوا من منازلهم وباتوا يسكنون في مناطق مكتظة وغير آمنة. وبحسب المنظمة الدولية فإن عددا كبيرا من سكان تعز يعانون الجوع ونقص السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع جنوني للأسعار. المرضى هم الأكثر تضررا من هذا الدمار الجاري، ضرر ليس محصورا كما تقول أطباء بلا حدود على جرح الحرب، بل شمل أيضا كل مصابي الأمراض المزمنة وخصوصا الأطفال والنساء. منظمة الصحة العالمية أكدت من جهتها انتشار الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان، وأوضحت أن المصابين بهذه الأمراض يواجهون الموت البطيء في ظل استمرار ما أسمته تدهور الخدمات الصحية المنقذة للحياة. وبينما تشير منظمة الصحة إلى مقتل قرابة 75 شخصا بشكل يومي، وتؤكد تقديراتها احتياج 18 مليون شخص للمساعدات العاجلة، يكتفي الأمين العام الجديد للأمم المتحدة بالقول: هناك وضع مأساوي في اليمن.